كل الدعم وكل المسانده للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، حتى في موضوع اشاره الكابتن. الموضوع ده خد كبير جدا. انا شخصيا ضد ان يكون لاعب قديم متواجد وما ياخدش اشاره الكابتن في المنتخب الوطني. دي وجهه نظري، لانه في النهايه لما تلعب 20 سنه مع المنتخب الوطني، من حقك ان انت تحط اشاره مصر على ايدك. ده من حقك فنيا ونفسيا وادبيا وكل حاجه. لكن على الجانب الاخر هو قرار للمدير الفني، ما عندناش اي مشكله فيه، هو حر خد قراره. طالما انا وجهه نظري بقى في الموضوع ده ان احنا نجيب احمد فتحي تم ضمه للمنتخب. تعالى يا احمد، هل انت موافق على محمد صلاح ان هو يكون كابتن منتخب مصر؟ احمد بنسبه 90 95% ممكن جدا يوافق، وده اللي انا عرفته ان هو وافق، وحسب تصريحات كابتن وائل جمعه ان هو وافق. فبالتالي خلاص مفيش اي مشكله، بما ان كابتن المنتخب الوطني كابتن احمد فتحي اللي بقى له 20 سنه بيلعب في المنتخب وحط شاره الكابتن او يستحق ان هو يكون كابتن منتخب مصر موافق على هذا الامر، مفيش مشكله. لان محمد صلاح الحقيقه حاجه، يعني محمد صلاح ده في حته تانية. يعني الناس بتيجي تسال الواحد تقول قيم محمد صلاح. يا جماعه مفيش حد يقدر يقيم محمد صلاح بهذا المستوى واللي بيعمله محمد صلاح. تقدر تقيمه من الناحيه الفنيه ان هو بيرقص في 2 متر. النهارده اللي شايف مباراه ليفربول ومانشستر سيتي يعرف ان كره القدم مختلفه في الدوري الانجليزي عن العالم كله، مش عن مصر بس، عن العالم كله. النهارده انا ما بقيمش لصلاح، ما ينفعش ان انا اقيم صلاح، لكن انا بفرح لمحمد صلاح كمصري. انا كمصري لما ببقى قاعد كده النهارده، لما محمد جه جاب الجون كلنا قمنا، اللي قاعدين كلنا قاعدين بنتفرج قمنا وقعدنا نسقف واتبسطنا جدا، لانه هدف رائع جدا، رشاقه ومرونه وسرعه وقوه وكل حاجه في 3 4 متر، ولعبها في الاخر بيمينه احرز هدف. كان التقدم 2-1 لليفربول في وقت كان ليفربول مضغوط جدا الشوط الاولاني. فخلينا نفرح بمحمد صلاح، وخلينا نبقى فخورين بهذا الرياضي الكبير جدا. النهارده بالمناسبه ليبرون جونز اللي بيلعب او اللي بيحب كره السله، ليبرون جيمس انا اسف، وهو يعني ليبرون جيمس واحد من افضل واهم لاعبي كره السله في العالم ان لم يكن الافضل، كتب او على مر التاريخ يعني كتب النهارده ان محمد صلاح ده واحد من افضل لاعبي كره القدم في العالم، وحط علم مصر. حط علم مصر، دي دعايه ببلاش لبلدنا، لمجرد ان محمد صلاح دعايه على مستوى عالمي ودولي. شوفوا قد ايه كميه اللايكس اللي اتحطت لجيمس. فالحقيقه فخر كبير جدا جدا اللي بيعمله محمد صلاح. 103 هدف، فاضل له هدف ويعدي او يصل الى رقم افضل افريقي في الدوري الانجليزي ديد ركبه خلال الفتره اللي فاتت. بعد كده اعتقد ان هو هيعدي ناس كتيره خلال الفتره اللي جايه، لان محمد صلاح يستحق الحقيقه ان هو على طول بسطنا. انت حضرتك بتتكلم على لعيب عنده 29 سنه، فاضل له سنتين او 3 سنين لسه هيلعب تاني على هذا المستوى العالي، وهيكمل السنتين والثلاثه اللي جايين مع ليفربول لو كمل مع ليفربول يعني. فبالتالي لا، خلينا نبقى مبسوطين، خلينا نبقى فرحانين بهذا فخر مصر وفخر العرب. الحقيقه الناس كلها بتتغنى بمحمد صلاح. شوفوا الصحف كتبت ايه بعد نهايه المباراه، وشوفوا الكلام اللي بيتكتب عن محمد صلاح، حاجه رائعه جدا وحاجه محترمه جدا تخليك كمصري يعني تبقى سعيد ومبسوط بمحمد صلاح وباللي بيعمله محمد صلاح. هل يستحق ان هو يكون منتخب مصر؟ الحقيقه قائد منتخب مصر يعني، الحقيقه انا بشوف ان القياده ليست في الشاره. القياده ليست في الشاره، مجرد وجود محمد صلاح في معسكر المنتخب هو قياده، يعني من غير ما نتكلم في اي شيء ومن غير ما تقول ان هو كابتن منتخب مصر، هو بالفعل هو كابتن منتخب مصر. يعني كانت بتحصل على كل المستويات، ان بتشوف لعيبه اقدم من لعيبه تانيه وبتبقى موجوده، ولكن الكباتن بتبقى موجوده في اجيال سابقه. الحقيقه مش عايز اتكلم عن اسماء. فمحمد صلاح هو القائد الحقيقي لمنتخبنا الوطني، وهو الملهم لكل هؤلاء اللاعبين، وده ما فيهوش اي كلام. فبما ان احمد فتحي، يا جماعه من فضل حضراتكم خلينا نقفل بقى المواضيع دي كلها علشان نبتدي نفكر في اللي جاي، نبتدي نفكر في مباراه ليبيا اللي جايه. مباراه ليبيا اللي جايه، المباراتين ان شاء الله يجب ان يفوز منتخبنا الوطني على ليبيا في المباراتين القادمتين علشان يستطيع ان احنا نكمل في تصفيات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه، لان لسه المشوار طويل.
عندنا المباراتين بتوع ليبيا، وبعد كده مره تانية الجابون، ومره تانية انجولا. فبعد كده لو طلعنا اول نلعب ماتش فاصل، فلسه المباريات كثيره جدا. فخلينا نركز في الخطوه القادمه وهي مباراه ليبيا، وننسى ما كل ما هو فات. خلاص قائد منتخبنا الوطني الفتره اللي جايه هو محمد صلاح، برضا الكابتن الحقيقي احمد فتحي، وده الكابتن بالاقدميه يعني. وبالتالي خلاص الموضوع ده انتهى، خلينا نقفله. موضوع محمد شريف وقفشه برضه مش عايزين نقفله، وقبلها من قبل برضه احمد فتحي كان عمرو السوليه، وعمرو السوليه طلع في المؤتمر الصحفي واتكلم عن هذا الامر وقفل الموضوع. وبالتالي خلينا بقى نشوف منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. لكن دايما احنا بنحب يبقى الجمهور معانا، نعرف راي الجمهور فيما حدث خلال الفتره السابقه. هل عشان بس الناس تبقى فاهمه ان ما ينفعش يتم استبعاد افضل لاعب في الدوري وافضل هداف في الدوري، بتبقى بالنسبه لاي حد في العالم حاجه غريبه جدا.